الديات وبلديات ولاية نابل. في الإطار هذايا باش ناخذوا التفاصيل وتدخلات بلدية نابل المدينة في علاقة بمكافحة الناموس، ومعنا المكلفة بالإعلام بالبلدية ألفة الغربي. مرحبا بك. تحية ليك نزيهة، صباح الخير، صباح الورد لكل المستمعين وكل اللي يتابعوا في موجات كابافير. شكرا لك على قبول دعوتنا. نحكي على تدخلات بلدية نابل لمكافحة انتشار الناموس اللي انتشر خاصة بعد نزول الأمطار خلال الفترة الأخيرة، تدخلات هامة الحقيقة للبلدية، كنا اطلعنا عليها، كانت قدمنا أكثر تفاصيل. صحيح زيها الناموس أكثر في الفترة الأخرانية، تحديدا الأسبوع هذا والأسبوع اللي قبله، خاصة بعد ما معناتها ثبت شوية مطر، وبعد المطر مباشرة شهدنا ارتفاع في درجة الحرارة، هذا اللي مثل بيئة ملائمة لتكاثر الناموس، وكان الحق فيه برشة تشكيات من المواطنين اللي معناها تفاعلت معها البلدية إيجابيا وقامت ببرنامج تدخل سريع في الأبان هذا الأسبوع في كامل المنطقة البلدية. حتى المواطنين أكيد راهم لاحظوا معناها وجود معدات تقوم برش الأدوية في كامل الشوارع والأنهج، وكذلك في البلايس اللي فيها ركود المياه من خلال كما قلت رش الأدوية وعلى أماكن ركود المياه، وكذلك اعتماد آلية التصريف الحراري في الشوارع للقضاء على الناموس. هذا التدخل اللي صار الأسبوع هذا واللي قبله معناها تفاعلنا مع الارتفاع متاع كمية الناموس وتشكيات كبيرة اللي جات للبلدية. صحيح البلدية دخلت بصفة سريعة في الفترة هذه، ولكن راهي مقاومة الناموس تستعد لها البلدية منذ تقريبا معناها شهر أو فصل الربيع أو آخر فصل الشتاء، تعمل خطة عمل باش تكون مستعدة لفصل الصيف اللي تكثر فيه البعوض وغيره، حيث قامت البلدية بمعناها دورة تكوينية أولا للأعوان متاع البلدية اللي باش يقوموا بالقضاء على الأوكار متاع الناموس المحتملة، وكمثلت الدورة التكوينية هذه موضوعها هو الآليات الناجعة لمقاومة الحشرات، أشرفت عليها وزارة الصحة، أعطاوا للأعوان طريقة القضاء على الناموس من البداية وحتى لين يتكاثر وتقوم البلدية بالتدخل. الخطة أو الآليات هذه تتمثل في أهم المخاطر المحتملة لتكاثر البعوض، كما معناها المسابح والأحواض، مستقطعات المياه، الآبار المتروكة، نافورات المياه، وطرق الوقاية من الناموس اللي تتمثل في تفريغ النافورات اللي ماهيش وضع استخدام المياه الراكدة، ردم المستنقعات، احكام غلق الاواني الكبيره اللي فيها مياه، وكذلك صيانه قنوات تصريف المياه وتغطيه البالوعات. في هذا الاطار بعد وتنفيذا لما جاء في الدوره التكوينيه وكذلك في خطه العمل اللي تحددها البلديه، قامت بتنفيذ برنامج خاص بجهر شبكه تصريف المياه في كامل المنطقه البلديه، شمل تنظيف البالوعات اللي لحد الآن معناها ما زال متواصل برنامج تنظيف البالوعات حتى كيف معناها تشهد نزول كميات كبيرة من الأمطار، ما يصيرش معناها انسداد أو ركود لمياه نجم تكون في المستقبل أوكار للبعوض. كذلك قامت البلدية في إطار العمل المشترك بينها وبين المواطنين اللي راوا عمل البلدية وحده ما ينجمش ما يعطيش معناها نتيجة إيجابية إذا ما فماش تفاعل من قبل المواطنين، حست البلدية المواطنين من خلال بلاغ بخصوص آليات التوقي من البعوض من خلال دعوتهم إلى تفريغ المسابح اللي ماهيش في وضع استخدام، تفريغ الأواني تجميع المياه وتغطيتها، وكذلك ردم الأبار اللي ماهيش كذلك في وضع استخدام. في نفس الوقت دخلت بلدية نابل في كافة المؤسسات التربوية والجامعية في المنطقة البلدية من خلال التنظيف وتقليم وقص الأشجار فريعة الطول اللي تنجم من ناحية تنجم تجيب الناموس، من ناحية أخرى تنجم تسقط في حال هبوب عاصفة قوية كما كنا شاهدناه مؤخرا. كما أشرت من الأول نزيها، راهو ظهير تكاثر الناموس خاصة في الأسبوع هذا واللي قبله راهي كانت نتيجة الأمطار اللي نزلت بكميات معناها معتدلة، ولكن ساهمت في تراكم المياه في بعض الأماكن اللي مثلت بيئة ملائمة لتكاثر البعوض، خاصة بعد الأمطار كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة.
وتواصل البلدية بطبيعة متابعة الوضع من خلال التدخل في البلايس اللي فيها ركود للمياه، ما توقفتش التدخلات، وكذلك الاستجابة مع الاستجابة لتشكيات المواطنين اللي جينا في ميساجات عن طريق الصفحة الرسمية للبلدية، وعلى حتى احنا نتابع معناها اللي ريزو سوسيو شنو التشكيات نتاع المواطنين، واللي زاد تجي مباشرة في البلدية لمصلحة النظافة وغيره. كذلك أنا في فرصة هذه باش نوضح اللي راهو التدخل يجب يكون مشترك بين مختلف البلديات، يجب تكون المجهودات متواصلة في مختلف البلديات باش تكون خطة العمل ناجحة، لأنه إذا بلدية تقوم بأعمال في إطار الوقاية من الناموس بالمقابل هنا ما يصيرش تدخل في جهات أخرى راهو ينتشر الناموس ماهوش محدود في فضاء معين. ندعو زاد المواطنين أنهم يتفاعلوا إيجابيا من خلال كما قلت تفريغ في الأواني الكبيرة اللي نجم تكون فيها كميات استعمال جيد ناموس، كذلك إذا عندهم ماجل أو غيره لابد من معناها محاولة تنظيفه أو تفريغه من المياه إذا ما هوش في وضع استخدام حتى في بالنسبة للمسابح. واضح، شكرا لك المكلفة بالإعلام في بلدية نابل ألفة الغربي، كنا نتحدث. شكرا على... يعطيك الصحة، شكرا على التدخل هذا، دعوة للمواطنين إلى معضدة مجهود البلديات، دعوة للبلديات المجاورة زادة لكل بلديات ولاية نابل للتدخل للقضاء على الظاهرة هذه اللي تؤرق المواطنين ولضمان نجاعة تدخلات البلديات الأخرى. احنا هكا نكون وصلنا نهاية موعدنا لليوم ونهاية حصة كابوتشينو، موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم في كابوتشينو، نلتقي بفقراتنا بمواضيع أكيد تهم المواطنين. أنتم المجال مفتوح لكم ولكل الجيل.